صباح الخير، زي حضراتكم. أهلا وسهلا. مفروض آخر الصيف كده لما بيخلص بنرجع نتلم على بعضينا، بقى عايزين نعمل كده. مبسوطة أكون في وسطكم، بنعبد الرب مع بعض ونقدم أحلى حاجة جوانا ونستقبل أحلى حاجة عنده. تعالوا يا رب، مستحق كل إكرام وسجود، مستحق يا رب إن قلوبنا تسجد لك وتنحني قدامك، لأن أنت أحلى حاجة يا رب. فرغنا النهاردة قبل ما ندخل يا رب لمحضرك من أي حاجة شغلانة، من أي هموم حتى أوجاع يا رب في الجسد أو النفس. يا رب تعالى بحضورك وإلمسنا يا رب. اسمك في كل الأرض. إذا أرى سمواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتضعه قليلا عن الملائكة، وبمجد وكرامة تكلله. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض ومع الخليقة يا رب النهاردة، مع السماوات والنجوم يا رب، والأفلاك، مع الأشجار والطيور وكل من له نسمة يا رب النهاردة، جايين نسبحك أيها القدوس يا رب الحياة، مستحق أن تحنى لك الجباه. جايين يا رب قلوب عايزين نقدم لك يا رب اللي أنت بتستحقه. يا رب الحياة، مستحق أن تحنى لك الجبال وتسبح اسمك كل الشفاء. أيها رب الإله، أيها القدوس، يا رب الحياة، أيها الرب.
أمد نفسي، تهديني إلى سبل البر من أجل اسمي. كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في أوان ورقها لا يذبل. ده اللي موجود جنب المية جنب النهر، ده اللي ياخد منه فثمر الروح القدس يطلع جواه. عايز أقضي حياتي بقربك، وقت عناية حتى وقت ألامي، دي قوتي يا رب إن أنا جنبك. مش ممكن يشبعني العالم، حتى ولو حققت طلباتي باطل فاني وقبض الريح، لكن ربي بيغني حياتي. ممكن نقف كده في الأول نقول يا رب أنا بلتزم النهاردة إن أنا عايز أقضي حياتي بقربك. شمال وجنوب وشرق وغرب كده، دور على حد ما شفتوش بقالك شوية وسلم عليه، أو حد جديد قل له ويلكم لاجتماعنا. سلم على حد كده بقالك فترة، ممكن نتحرك شوية على فكرة، معنا دقيقتين، ممكن تحرك تسلم على حد كده بقالك، أو حد جديد، ممكن حد يرفع إيده لو جديد نحب نسلم عليك بالإيد كده ونعرفك على اسمنا شخصيا. في حد جديد النهاردة؟ في ناس هنا ورا بليز، ممكن وهناك حد، ممكن الناس اللي رفع ايديها لو سمحتوا خلي ايديكم مرفوعه، ممكن نروح نسلم على الناس الجديده، الناس اللي حواليهم. في حد لابس اصفر قدام الساوند، في حد هناك عند الباب، ممكن نسلم على الناس الجديده بليز. اهلا وسهلا فيكم باجتماعنا، الرب رحب بينا كلنا. في ناس جايه بعد غياب بقى ومصايف كده، فاهلا وسهلا في الكل، مبسوطين ان احنا ملمومين حوالين الرب. تعالوا كده بعد ما سلمنا، تعالوا نستلم من الرب حاجة جديدة. تعالوا نسمع ونقرأ مع بعض الكلمات اللي هتظهر على الشاشة، تفضلوا اقعدوا. هنسمع كلمة الرب من أربع أماكن، في موضوع مشترك في الأربع قرايات. أسيس جان أشكرك أنت حضرت القرايات دي. بعد ما نقرأ القرايات هسمع منكم الموضوع إيه،
في موضوع في الأربع إيريات من عاموس على مزامير على متى على صموئيل. عايز أسمع من حضراتكم بعد ما نقرأ إيه الموضوع. أوكي نسمع. وكان الصبي صموئيل يخدم الرب أمام عالي، وكانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام. لم تكن رؤيا كثيراً، وكان في ذلك الزمان إذ كان عالي مضطجعاً في مكانه وعيناه ابتدأتا تضعفان لم يقدر أن يبصر. وقبل أن ينطفئ سراج الله وصموئيل مضطجع في هيكل الرب الذي فيه تابوت الله، أن الرب دعا صموئيل فقال ها أنا ذا، وركض إلى عالي وقال ها أنا ذا لأنك دعوتني. فقال لم أدعو، ارجع اضطجع. فذهب واضطجع. ثم عاد الرب ودعا أيضا صموئيل، فقام صموئيل وذهب إلى عالي وقال ها أنا ذا لأنك دعوتني. فقال لم أدعو يا ابني، ارجع واضطجع. ولم يعرف صموئيل الرب بعد، ولا أعلن له كلام الرب بعد. وعاد الرب فدعا صموئيل ثالثة، فقام وذهب إلى عالي وقال ها أنا ذا لأنك دعوتني. ففهم عالي أن الرب يدعو الصبي، فقال عالي لصموئيل اذهب واضطجع، ويكون إذ دعاك تقول تكلم يا رب لأن عبدك سامع. فذهب صموئيل واضطجع في مكانه. فجاء الرب ووقف ودعا كالمرات الأول صموئيل صموئيل، فقال صموئيل تكلم لأن عبدك سامع. فقال الرب لصموئيل هوذا أنا فاعل أمرا في إسرائيل، كل من سمع به تطن أذانه. في ذلك اليوم أقيم على عالي كل ما تكلمت به على بيته، أبتدئ وأكمل. وقد أخبرته بأني أقضي على بيته إلى الأبد من أجل الشر الذي يعلم أن بنيه قد أوجبوا به اللعنة على أنفسهم ولم يردعهم. ولذلك أقسمت لبيت عالي أنه لا يكفر عن شر بيت عالي بذبيحة أو بتقدمة إلى الأبد. واضطجع صموئيل إلى الصباح وفتح أبواب بيت الرب، وخاف صموئيل أن يخبر عالي بالرؤية. فدعا عالي صموئيل وقال يا صموئيل ابني، فقال ها أنا ذا. فقال ما الكلام الذي كلمك به؟ لا تخفي عني، هكذا يعمل لك الله وهكذا يريد إن أخفيت عني كلمة من كل الكلام الذي كلمك به. فأخبره صموئيل بجميع الكلام ولم يخفي عنه. فقال هو الرب، ما يحسن في عينيه يعمل. وكبر صموئيل وكان الرب معه، ولم يدع شيئا من جميع كلامه يسقط إلى الأرض. وعرف جميع إسرائيل من دان إلى بئر سبع أنه قد ائتمن صموئيل نبيا للرب. وعاد الرب يتراءى في شيلوه، لأن الرب استعلن لصموئيل في شيلوه بكلمة الرب. تعالوا نقرأ مع القراية اللي جاية. هنكمل بليز، لسه في قراية تانية، بليز نكمل. وخاف صموئيل أن يخبر عالي بالرؤية، فدعا عالي صموئيل وقال يا صموئيل ابني، فقال ها أنا ذا. فقال ما الكلام الذي كلمك به؟ لا تخفي عني، عدنا شوية هكذا معلش. يعمل لك الله، خلينا مركزين في الموضوع. كمل كمل يا مفتي كل الكلام الذي كلمك به. فأخبره صموئيل بجميع الكلام ولم يخفي عنه. فقال هو الرب، ما يحسن في عينيه يعمل. وكبر صموئيل وكان الرب معه، ولم يدع شيئا من جميع كلامه يسقط إلى الأرض. وعرف جميع إسرائيل من دان إلى بئر سبع أنه قد ائتمن صموئيل نبيا للرب. وعاد الرب يتراءى في شيلوه، لأن الرب استعلن لصموئيل في شيلوه. هنقرأ هنكمل وهنقرأ اللي موجود على الشاشة. بسطت إليك يدي نفسي نحوك كأرض يابسة، أسرع أجبني يا رب. فنيت روحي، لا تحجب وجهك عني، فأشبه الهابطين في الجب.
أسمعني رحمتك في الغداة، لأني عليك توكلت. عرفني الطريقة التي أسلك فيها، لأني إليك رفعت نفسي. القراية الثالثة، عموس. هوذا أيام تأتي، يقول سيد الرب، أرسل جوعا في الأرض، لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء، بل لاستماع كلمات الرب. فيجولون من بحر إلى بحر ومن الشمال إلى المشرق، يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها. القراية الرابعة، من متى. ولكن طوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع. فإني الحق أقول لكم، إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. Thank you. Thank you. حد يحب يقول لنا إيه الموضوع من الأربع قرايات؟ واضحة شوية، واضحة شوية. طيب يلا نقول مع بعض إيه الموضوع؟ في حد أشكرك وفي حد شاور لي على ودان عشان هو فعلا استمع لكلمة الرب، وكان عقاب الرب للشعب مرات إنه مش هيديهم كلمة، وعبر داود قال عطشت نفسي، حسيت إن أنا نشفت من غير كلمتك يا رب. يا رب اسم يسوع يدينا الجوع والعطش ده. يسوع سوق لقلبي أنت، وتعالوا وإحنا بنرنم الترنيمة دي، ده الحاجة الوحيدة اللي جوه قلبنا وعقلنا وصلتنا. يا رب ما تنشفنيش من غير كلمتك، ما تنشفنيش من غير صوتك. عايزة تزرع عند مجاري المياه، عايزة اسمع الكلمة دي لتحييني وترويني، ويطلع الثمر يا رب تلقائي. همسك ومش هرخي. الحب ده رجعني يا رب للشركة دي، مش عايزة تقطع عنك. نغمض عينينا كده في ثواني، بنقول له يا رب، يا رب أرجوك زيد الشوق ده جوايا باسم يسوع.
أمين. في مجموعة من طلبات الصلاة جت الأسبوع اللي فات، تقريباً 4 طلبات أو 5 طلبات، بيتقسموا لحاجتين رئيسيتين. 2 منهم بيتكلموا عن المرض، احتياج لمرض. في بعض الحاجات هتطلع على الشاشة قدامكم، يا ريت تركزوا عليها علشان هنصلي علشان الحاجات دي. في حد عنده مشاكل في الرئة ومحتاج الصلاة، عندنا حاجتين أساسيتين هما الصلاة، وعندنا حاجتين تاني أساسيتين هو إنه ناس بتدور على يسوع ومحتاجة تكون قريبة منه، ناس عايزة تعيش معاه. وزي ما كنا بنرنم مع رندا إنه باطل العالم، باطل وفاني وقبض الريح، وإنه الكلام اللي احنا بنقوله ده حقيقة، مش مجرد كلام احنا بنرنمه. لكن في ناس برغم امتلاكها للأموال أو امتلاكها لممتلكات أو نفوذ، لكن هي محتاجة ليسوع دوت، محتاجة أن يكون حياتها في معنى. علشان كده تعالوا ناخد الدقيقتين اللي جايين نصلي. نرفع في الأول الناس اللي عندها مشاكل طبية. في حد كمان تعبان لأنه عصبي جدا وعصبيته بتبوظ مواقف كتير جدا في حياته، علشان كده احنا محتاجين نرفع اخواتنا دول. تعالوا ناخد الدقيقتين اللي جايين دول نصلي علشان الامراض، علشان العصبيه، علشان اي مشاكل بيعدي فيها اخ لينا جوه الجسد الواحد. ما تتأخرش انك ترفع اخ ليك واخت ليك، محتاجين قوي ان انت تقول الكلمات دي ليسوع. هطلب من سيندي ان هي تكون بتنوب عننا وتصلي علشان الاحتياجات ديت والامراض دي. بشكرك يا رب لأن أنت الإله الشافي. أشكرك يا رب أن احنا نقدر نثق فيك يا رب ونحط قدامك كل طلباتنا. بصلي يا رب من أجل كل حد مريض وكل حد بيعاني من مرض، مرض جسدي أو مرض نفسي. يا رب بحط كل حد قدامك يا رب. بنيجي يا رب كجسد واحد وككنيسة ونترجاك انك تشفي. صلي يا رب ان انت تعدد في نفس الوقت المرض، ان كل حد تعبان يا رب يشوفك، ويبقى دي فرصه لعمق جديد يا رب في علاقته معاك. صلي يا رب للمتالم جسديا وعنده مشكله وحاسس ان هو عصبي ومش قادر يتعامل مع الناس بسبب حاجه زي كده، يا رب بنثق فيك يا رب، وعارفين ان انت تقدر تغير وتقدر تدي قوة. يا رب بنرفع كل حد بين ايدك باسم يسوع. امين امين. انا بشجع كل حد بيحصل استجابات في حياته انه يكتب لنا. احنا عندنا هنا صندوقين، صندوق للاستجابات للصلاة اللي احنا بنصلي علشانها، وصندوق تاني للطلبات. الحاجات دي بتشجعنا كفريق ان احنا كل اسبوع في ناس بتقعد تصلي علشان الحاجات ديت، في ناس بتقعد بتيجي الكنيسة تصلي علشان الطلبات دي، وفي ناس بتصلي في بيوتها علشان كل حاجة احنا بنحطها. خلونا نفكر في اخواتنا اللي محتاجين ان هم يعرفوا يسوع، وناخد دقيقتين للصلاة، وبعد دقيقتين اطلب من اخونا جو توفيق ان هو يقودنا في الصلاة ديت ويصلي علشان كل احتياج روحي لإخواتنا اللي بيعدوا في احتياج إنه حياتهم يكون ليها معنى. صلي علشان ربنا يفتح عينيك انك تتقابل مع الناس دي في الكنيسة بعد الاجتماع، ويكون الوقت اللي انت بتقابل فيه الناس دي انك تكون بركة لحياتهم، انك تشجعهم.
مش ان احنا بس نصلي علشانهم ببعض الكلمات، لكن احنا كمان كشخصيات نكون سبب قوة وتشجيع في حياتهم. يا إلهنا الطيب، نشكرك لأنك إله عظيم ومحب، بتبص علينا دايما بتحنن، أب، صديق، أخ. يا رب نقدم لك كل واحد باحتياجه، بنتحد كلنا نصلي لكل احتياجات إخواتنا. أنت الوحيد القادر أنك تحدد اتجاهات الناس يا رب، تظهر لهم يا رب الطريق الصح يا رب، حلول المشاكل. انت يا رب الصديق المحب، اشكرك. من فضلك المس كل واحد فينا باحتياجاته يا رب، ليك كل المجد. امين, أمين. الترنيمة اللي جاية دي قديمة جدا، بس بتقول له أنا يا رب مش بحبك عشان أنت هتديني السماء، ولا عشان أنا خايف منك أروح على النار. بحبك لشخصك، زي ما كان جو من شوية بيصلي، أنت فيك جواك يا رب صفات من الأمانة والحب والحنية. الصفات دي بتجذبني ليك، أنا مش عايز أستغلك ولا خايف منك، أنا بحبك يا رب لكل الصفات اللي موجودة فيك. ترنيمة قديمة قوي، بس أتمنى تكونوا بتعرفوها. بس اسمع اصواتكم لو بتعرفوها بليز. Yeah.
قوي جدا، ده اللي انا مش خايف منه واللي مش مستني بس عطايا، ده هو ما فارقنيش وانا من بطن الام لغايه ما اكون معاه في الابديه، حب ملاصق ليا مدى حياتي. اشكرك يا رب على ده. ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك، ما فارقنيش من وانا لسه رحمي. نحب نقف الرحمة شالتني وما سابتنيش، ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك، ما فارقنيش من وانا لسه رحمي الام الرحمة شالتني وما سابتنيش. مرة تعبتني مرة تسبتني مرة تشتتني، أثناء جمع عطيانا هشارك حضراتكم ببعض الإعلانات السريعة. الحاجة الأولانية اللي عايز أشكر ربنا عليها، مش عارف فين شهير، شهير صداق فين؟ فوق، أما تنزلي بقى.
اوكي الحاجه الاولانيه اللي عايز اشارك حضراتكم بيها الاعلان اللي اعلناه قبل كده اكتر من مره عن البرنامج الثلاثي اللي هو بعنوان اصحاب السعاده، واللي اول حلقه فيها تكون يوم 13 و14 9 الجمعه والسبت 13 و14 سبتمبر. وقلنا انه ده كل الثلاث حلقات هتكون حوالين موضوع كبير هو الموعظة على الجبل. دي قيمة كبيرة جدا جدا في حياتنا، تعليم الرب يسوع واحد من أساسيات تعليم الرب يسوع هو الموعظة على الجبل. الحلقات الثلاثة هتدور حوالين الموعظة على الجبل. الحلقة الأولى بعنوان الموعظة على الجبل والإنسان الأفضل. بعدين في شهر أكتوبر هيكون مؤتمر الكنيسة من 4-6 أكتوبر، وهيكون بعنوان الموعظة على الجبل والكنيسة الأفضل. ومن يوم 5-7 ديسمبر هيكون بعنوان الموعظة على الجبل والمجتمع الأفضل. الحلقة اللي جاية في 13 و14 سبتمبر هيكون المتكلم الرئيسي فيها دكتور ماهر صمويل. أعلننا أكتر من مرة أننا نحجز ولسه الناس نايمين لسه شوية، لسه لازم نحجز ليلتها. بفضلكم نفتكر اننا نهتم اننا نحجز الايام دي، علشان الحجز بالتكلفه او رسم الحجز مهم قوي، علشان لو حضرتك عايز تتغدى في الايام دي، لان هي هتكون هيبتدي البرنامج بعد الاجتماع الصباحي. يعني الاجتماع الصباحي يوم 13 مش داخل في البرنامج ده، يبتدي البرنامج بعد الاجتماع الصباحي من الساعه 1-5:30 يوم الجمعه. يوم السبت من الساعة 10-3، أوكي؟ يبقى الجمعة من 1-5:30 والسبت من 10 صباحاً حتى الساعة 3 بعد الظهر. مهم قوي إن إحنا نحجز، هيكون في ترابيزة في الخارج نحجز فيها. الإيفنت الثاني هيكون مؤتمر الكنيسة، مؤتمر الكنيسة من 4-6 أكتوبر في بيت الميريلاند في مدينة الشروق. إحنا حاولنا إن إحنا نعمله قريب علشان أغلب الناس تقدر تحضر المؤتمر. دعوة لكل الكنيسة إن هم يكونوا موجودين في المؤتمر من يوم 4-6 أكتوبر. برضو استمارات الحجز موجودة النهاردة، ولازم حضرتك بتحجز لازم هتدفع رسم حجز علشان إثبات الجدية. محدش هيكتب اسمه كده يقول أنا احتمال آجي، احتمالات دي مش هتنفعنا. لازم حضرتك تحجز برسم حجز علشان نضمن الجدية. الإعلان الثاني عن مدرسة بصمة اللي أعلننا عنها أكتر من مرة قبل كده، هو هتبتدي الحلقة الأولى فيها يوم 20-21 سبتمبر. احنا قلنا قبل كده هنا مدرسة بصمة بتتكون من 8 كورسات خلال 8 شهور، كل شهر كورس معين بنغطيه بالكامل. ممكن تحجز كورس أو أكتر أو كل الكورسات. أدعوكم برضو، هيبقى في ترابيزة كل الناس اللي مهتمين إن هم يطوروا في حياتهم الروحية والمهارية في الخدمة والمعرفية إن هم يحجزوا النهاردة في مدرسة بصمة. شهير، طبعا احنا عارفين شهير كان خلال 8 سنين اللي فاتوا هو المدير الإداري للكنيسة، وخلال 8 سنين دول شهير فعلا عمل فرق كبير جدا جدا في العمل الإداري في الكنيسة. كل الصيانات وكل الحاجات الجديدة اللي اتبنت والحاجات الإلكترونية اللي بتشوفوها في الكنيسة هو اللي كان متابع كل الشغل ده. وشهير شعر في الأونة الأخيرة بدعوة جديدة لحياته إنه يتحرك علشان يخدم في مكان آخر. فشهير الوقت اللي جاي مش هيكون موجود معانا كواحد من الستاف اللي بيشتغل في الكنيسة، هو واحد من الخدام بتوع الكنيسة وموجود وهتلاقيه موجود كل يوم جمعة وكل يوم حد. لكن شهير هيبتدي هيمسك هيكون مدير أو مسؤول القطاع الإداري أو مسؤول الإدارة في كلية رمسيس للبنات. نشكر ربنا جدا علشان خدمة شهير الوقت اللي فات. نفسي ان احنا ناخد وقت صغير نصلي علشانه، نطلب من الرب بركة، واحنا بنرسله ككنيسة كواحد من أعضاء الكنيسة بنرسله للخدمة في قطاع مهم زي قطاع المدارس في سنودس النيل. يا رب احنا بنشكرك من كل القلب، بنمجدك وبنعبدك، بنحمد اسمك علشان استخدامك لأولادك.
يا رب احنا ككنيسة النهاردة بنبارك أخونا شهير وبنرسله بكل بركة وبكل محبة علشان يا رب يخدم في مكان آخر يمجد اسمك فيه. بنصلي ليه كل نعمة، بنطلب ليه كل بركة وكل نجاح. بنصلي يا رب أن يكون شهادة عنك ورائحة للمسيح زكية في المكان اللي هيوجد فيه. باركه مع أسرته، تمجد يا رب فيه في المكان الجديد. لأجل خاطر المسيح استجب ولي كل المجد. أمين. أخيراً احنا بنشارك أخونا القسيس أمير سمير في انتقال والده الأسبوع الماضي، والقسيس أمير هيتقبل التعزية بكرة إن شاء الله السبت من الساعة 7 للساعة 10 في قاعة القسيس إلياس مقار. خلونا نصلي علشان نشكر رب على عطايانا. يا رب احنا بنشكرك وبنبركك لأجل العطية. نصلي في اسم المسيح رب إنك تقبل عطايانا وتستخدمها لأجل مجدك. في اسمه نصلي. آمين. آمين. أنا متحمس قوي للديبيت اللي هيحصل دلوقتي. دكتور سامح ونانو، موضوع شائك جدا، مش عارفة هتوصلونا لإيه، بس ربنا يفتح قلوبنا وأذهاننا ويديكم كلمة من عنده. تفضلوا بليز. دكتور ماهر صمويل لما بيتكلم عن أي حد بيتألم بيقول أنه هو بيقترب من مكان مقدس، وأعتقد أن احنا هنقترب من مكان يمكن يكون مش أسهل الأماكن اللي نتكلم فيها، لأنه في ناس كتيرة مخبوطة في الألم، وفي ناس كتيرة بتصارع، وفي ناس كتيرة سابت الكنيسة لأنها لم تحسم موقفها من الألم، موقفها من ربنا في وسط الألم، فسابت هربت، وفي ناس دفن راسها في الرملة خايفة نتكلم. احنا مش هنخاف ومش هندعي ان احنا هنوصل لحاجة قاطعة، لكن بنصلي ان فتحة الأسئلة اللي ليها علاقة بسفر أيوب واللي هنعملها بسرعة، لانه على فكرة السطور علينا احنا كمان زي الوعظ هم 30 دقيقة، انا حاول ناخد فيهم اكتر عدد من الأسئلة، بس خلونا نصلي في دي. أقول يا رب أنا يمكن الموضوع ده متعب بالنسبة لي ومتعب بالنسبة لأفراد أسرة أو أصحاب أو ناس حواليا، بس أنا عايز أعرف صوتك أنت عايز تقول إيه لنا النهاردة. يا رب أنا بحط بين إيديك يا رب كل كلمة هتتقال النهاردة. إحنا لا ندعي إن إحنا وصلنا لحاجة يا رب نهائية، وإلا كانت يا إما كل الناس رجعت لك يا إما كل الناس سابتك عشان تبت في الموضوع، لكن أنت وحدك يا رب اللي قادر تعلمنا نفتح عينينا ونشوف اللي حوالينا ونشوفك تترجم لينا الألغاز والشفرات اللي احنا مش فاهمينها. نعمة منك يا رب على كل كلمة هنتكلم فيها، بركة على سامح يا رب هو بيعلن حقك، وبركة على أذهاننا يا رب تستقبل المقاومة اللي بتبقى جوانا، خصوصا للمتألم مننا دلوقتي بتبقى كبيرة قوي واللي حيران، انت وحدك اللي تعرف يا رب تتكلم لينا وتتكلم لقلوبنا. في اسم يسوع. امين امين. اوكي سامح، احنا انا غالبا مش شغال لسه. اوكي شغال كده. اوكي ممكن نحييه بس في الاول عشان هو هيبقى في مزنق جاي من دلوقتي. ثانك يو. شكرا. اوكي انا هنخش في الموضوع على طول. في الاول كده ناخد مقدمه عن سفر ايوب حاجه سريعه. هو سفر ايوب متقسم تشريحيا جوه الكتاب في حته، بس هو ده مش زمني، يعني هو مش معناه انه جه في نص تاريخ الكتاب المقدس. فاين يقع ايوب كشخص في الزمن؟ من بعض الاشارات جوه سفر ايوب يعني واضح ان هو كان موجود في زمن الاباء. امتى بالظبط طبعا صعب التحديد، لكن هو في زمن الاباء اللي هو زي ابراهيم اسحاق يعقوب في الايام دي قبل موسى قبل خيمة الاجتماع. يعني الإشارات بسرعة، وإن كان ده مش مهم قوي، لكن just a hint إنه كان ما فيش مكان قائم للعبادة، فما فيش لا خيمة اجتماع ولا هيكل. كانت العبادة بالطريقة زي أيام إبراهيم اللي هو يقدم ذبيحة،
كان الغنى اللي هو يبقى عنده خدم وعبيد وحيوانات، حاجة كمان طول عمر أيوب زي الأباء من الناس اللي عاشوا كتير. يعني أيوب عاش 140 سنة بعد أما التجربة خلصت، فهو عاش أتليست 200 سنة بالمستريح. أوكي. سفر أيوب بيصنف إن هو سفر شعري، ومع ذلك إحنا بنبص له جزء منه إن هو سرد تاريخي. فأنهي حتة اللي سرد تاريخي وأي حتة بناخدها رمز وشعر وفن؟ الحتة النثر فيه الجزء المقدمة والنهاية دي اللي أكيد نثر. نثر يعني سرد حقيقي؟ الباقي سرد. يعني كون إن هو سفر شعري مش معناه إنه أسطورة. وأكشلي أيوب كشخصية ذكر في الكتاب بعد كده، يعني في سفر حزقيال I think صح 14 عدد 14 و16 و18 الله بيتكلم وبيقول لو وقف قدامي هؤلاء الرجال الثلاثة اللي هم نوح ودانيال وأيوب، وقالها كررها ثلاث مرات إن الثلاث رجال دول لو وقفوا قدامي ما كنتش هسمع. وفي رسالة يعقوب في العهد الجديد صح 5 يعقوب بيقول سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. فالكتاب بيتكلم إنه ده شخص حقيقي، وبعدين الاتجاه إنه لا دي أسطورة. ربنا مش من النوع اللي يعني عايز يقول إن ده أسطورة هيقول إن أسطورة، لكن مش هيضحك علينا ويكذب ويوصل لنا فكرة إن دي حصلت وما يعلقش على كده وعايز يوصل لها لا دي مجرد فكرة ده مجرد رمز. ونفس الكلام ينطبق على آدم وكل الحاجات دي. الله لا يكذب، لو هو أسطورة لو هو رمز ما كانش ربنا اتكلم عنه بالطريقة دي وما كانش سابنا إن يعني جايز. لا هو قال إنه حقيقي، يبقى ربنا قال إن ده حقيقي يبقى ده حقيقي. فين الشعر اللي في الموضوع؟ الأسلوب الشعري في السيستم العبري اللي هو بقى تضاد الكلمات، إن الجزء الأول يضاد الثاني أو الجزء الأول يأكد الثاني، في شوية مواصفات كده خلتهم حطوه في الشعر. الجزء النثر completely المقدمة والخاتمة. أوكي. طيب أول فكرة في السفر هي أيوب 1:6-12. هستأذن مش عشان نتابع، وهستأذن مهندس الصوت ممكن نسمع الصوت هنا عشان أنا بسمعه من بعيد، فعايزة أتأكد أن أنا سمعك كويس. أوكي. أيوب 1:6-12. وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم. فقال الرب للشيطان من أين جئت؟ فأجاب الشيطان الرب وقال من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ لأنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. فأجاب الشيطان الرب وقال هل مجانا يتقي الله يتقي أيوب الله؟ أليس أنك سيكت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية، بركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض؟ ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ما له فإنه في وجهك يجدف عليك. فقال الرب للشيطان هو ذا كل ما له في يدك، وإنما إليه لا تمد يدك. ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب. السؤال الأول، إيه اللي جاب الشيطان يتقابل مع الرب؟ وإزاي هو ينفع يكون في حالة الشيطانة اللي هو فيها؟ ما كانش ملاك يعني، هو كان سقط، إزاي يقعد في مقدس الرب ويجي مع بقية الشعب يعني؟ اولا كل ابليس بيتكلم مع الله، فدي بتقول ان ابليس شخصية حقيقية مش وهم. يعني ربنا بيأكد انه هو بيتعامل مع شخص فعلا زي ما حصل في تجربة المسيح، فابليس شخصية حقيقية. حقيقة انه ابليس يبقى بيتعامل مع ربنا وفي جدل وحوار بينهم، القصة تبدأ من زمان إنه إبليس أصلاً ملاك، وملاك كان رئيس ملائكة وشخصية عظيمة، وبعدين سقط، وما سقط بقى فيه ملكوت ظلمة بقى وملكوت الله. أما حصل إنه آدم أخطأ، دخلت الخطية للعالم بسقوط الإنسان، وصار
آدم وكل الجنس البشري في ملكوت الظلمة دي، وإبليس صار لي سلطان بسبب كده. يعني الكلمات اللي في الكتاب المقدس عن سلطان إبليس من كلام المسيح نفسه حتى رئيس هذا العالم، الكلام ده حصل بسبب السقوط، إنه خلاص بقى في دنيا إبليس بيرأسها وربنا مهتم بالدنيا دي، لكن الدنيا دي بقت تحت سلطان إبليس. إبليس وهو بيجرب المسيح، واحدة من التجارب قال له لك أعطي هذا السلطان كله لأنه قد أعطي لي وأنا أمنحه لمن أريد. سلطان، أما بتيجي البشارة بالملكوت وحد بيجي من بيتنقل من سلطان إبليس، من سلطان الشيطان إلى الله. كلم كتاب تيموثاوس إنه إبليس قد اقتنص الناس لإرادته. ففي دانيال، أما دانيال كان بيصلي، قاعد يصلي وبعدين ربنا ما استجابش 21 يوم، وبعدين في دانيال صح I think 10 جاله ملاك جبرائيل واتكلم معاه وقال له من ساعة ما أنت صليت أنا كنت جاي عشان أقول لك وأخبرك بمعنى الرؤية، لكن وقف قدامي ملاك فارس، ملك فارس، وقعدنا يعني يتصارعوا لغاية ما جاله ملاك جبرائيل جاله ينقذه، وبعدين قدر يبقى ريليزد إن هو يروح يتكلم مع دانيال. في سفر يهوذا أو رسالة يهوذا بيقول كان في محاجاة على جسد موسى وجاء جبرائيل وانتهر الشيطان، مصارعتنا ليست مع دم ولحم، مع سلاطين، مع قوات، مع رؤساء على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. ففي تداخل رهيب بين الله وملائكته وبين الشيطان والملائكة بتاعته في قيادة الدنيا. والحتة اللي هي في أول حتة اللي في أول أيوب دي مهمة جدا توضح لنا اللي هو إزاي إنه جاء واتكلم مع ربنا واشتكى وكل الكلام ده، لأن هو المشتكي على الناس. فدي توضح لنا حاجات غامضة علينا وما زالت غامضة، لكن في interaction بين العالم في العالم الروحي في السماويات بين الله والملائكة بتوعه والشيطان والملائكة بتوعه وليها تأثير علينا. أنا متفقة معاك في ده، بس أنا بسأل على المناقشة. دول قعدوا قصاد بعض وبيتناقشوا وتقريبا بيرهنوا على أيوب. واحد بيقول إبليس بيقول لله هو عشان كل الحاجات الحلوة اللي أنت عملها له هو معاك، فربنا بيتفق معاه وبيراهن على الحصان الرابح أيوب إنه هو معاك وأنا هوري لك. الراجل راح شربة مية بسبب المناقشة دي. قد يبدو كده، قد يبدو إنه إبليس جرجر ربنا شوية وهي فيها حتة اتقالت، لكن القصة لو ركزنا فيها مش هتبقى كده. في تبعيات لموضوع الخطية، إن دخل شر للعالم، دخل الأمراض، دخل الموت، دخل حاجات، وده قضاء الله. يعني الكونسيكوينسز بتاعت الخطية دي الله قضى بيها أصلاً، إنه يبقى فيه ألم، ودي حاجات ربنا قضى بيها نتيجة للسقوط الإنسان، فده أصلاً قضاء الله مش فكرة إبليس. الحاجة الثانية إنه الله عارف فكر إبليس، يعني إبليس ما فتحش الموضوع، اللي فتح الموضوع ربنا. قال له أنت كنت فين؟ قال له أنا كنت بتجول في الأرض. فالله قال له هل وضعت قلبك على عبدي أيوب؟ الله القاري إبليس بيفكر في إيه. وبعدين إبليس كتاب بيعلمنا أنه يشتكي على أولاد الله قدام الله نهاراً وليلاً، سفر الرؤيا صح 12. فإبليس نهار وليل بيشتكي على أولاد ربنا، لكن ربنا ما بيسمعش لكل الشكاوى. طب ليه دي بالذات؟ هي ليه دي بالذات بقى دي النقطة. لا، وليه شخص، يعني انت ذكرت في الأول انه نتيجة السقوط والخطية، ده بالذات بيقول عليه انه هو بار، فليه الألم يجي على واحد زي ده؟ دي القصة كلها، ان الألم هيجي في العالم ومفيش حد معصوم من انه يعدي. كان إلي رجل تحت الألام مثلنا، ده جادجمنت على كل البشرية، على كل البشر. الحتة دي بس
يس. قلنا دي اوكي اندن لان في حته مهمه قوي. اوكي اشمعنا دي اللي سمع فيها ربنا؟ الله ليه غرض في حياة أولاده، وأولاده اللي بيحبهم بيهتم بيهم. الكتاب بيعلمنا أنه الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. Right. الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيعطي مع التجربة أيضاً المنفذ. القوانين دي كلها ما كانتش غايبة عن ذهن الله من وقتها. فالله اللي فصل التجربة لأيوب، تجربة أيوب ما جاتش لحد تاني، ما جاتش لأي بني آدم. التجربة اللي بتجيلك مش هي اللي بتجيلي، التجربة ربنا بيفصلها ليك وبيفصلها ليا لأنه عارف قدرتي. لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيعطي مع التجربة أيضا المنفذ لكي تستطيعوا أن تحتملوا. التجربة كانت رهيبة وقاسية جدا على أيوب، لكن لما نبص لنهاية التجربة أيوب لم يفشل. هنشوف القصة مشيت إزاي، لكن النهاية مجد. أما الله امتحن إبراهيم امتحان قاسي ورهيب. ربنا ما امتحنش كل الناس وقال لهم تعالى اذبح ابنك. ربنا بيختار من الشكاوى بتاعت إبليس الكتيرة دي، بيختار إيه اللي يعمله ومع مين، وبيقول لإبليس الحدود دي فقط ما تتخطهاش. يعني استنتاجك إنه مع كل الفرم اللي هو اتفرمه هو ما أخدش أكتر من اللي يقدر عليه. نيفر. ده من 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 أمانة الله. واللي بيبقى عايش الدنيا دي على الأرض هنا وبيبقى آخر حياته متبهدل فعايا وتعب، هو ما بياخدش أكتر من اللي هو يقدر عليه. أمانة الله بتقول كده. لو من أتقياء الله، الأشرار هم في إيد إبليس، فالأشرار بيمروا بحاجات كتير، المؤمن بيعدي بحاجات كتير لكنه مسنود من الله، والله بيبعت له تعزيات وبيرفعه وعنده إيمانه وبالمواعيد بتشجعه حاجات كتير كده، وإن كانت بتهتز في أوقات، لكن الأشرار في إيد إبليس، فمش مضمونة إن الدنيا تكون كده. لا يعني أنا هعتبر إن متغير الخطية أول ما يخش اوكي استاهل اللي بيحصل لي، بس انا بحاول اشوف حد ماسك في ربنا بايديه واسنانه وهو اللي بيحصل له. استاهل اللي يحصل لي في اوقات بيكون، لكن زي ما هنشوف هنا مش دايما بيكون. يعني الموضوع فيه عمق هنجيله في الاسئله اللي جايه. اوكي طبعا انا مش عارفه يعني ليه مرات ايوب هي اللي فضلت، يعني واضح ان احنا مهمين قوي بالنسبه لجوازنا. مهمين جدا. لا يعني هي بس هي كل اللي عملته ان هي قالت له أنت متمسك بعد بكمالك، بارك الله ومت. هي قاعدة وبتقول له تفضل بارك. اخلص بقى وخلص. لا يعني هي دورها كان إيه في الموضوع؟ تضغط. إبليس استعملها لتضغط. هي كلمة بارك الله by the way هي مش بارك الله، هي إلعن الله ومت. كل في كل الترجمات curse God and die. يعني هي دورها كان ضغط عليه أكتر من اللي هو فيه. ما هو إبليس بيستعمل اللي حوالينا كله. هي كان ممكن تبقى سبورت، لكن هي شافت اللي بيحصل وانه قاعد ستيل كده وبيتكلم كويس على ربنا، لا انت مجنون يلا اخلص وموت. بلس ان هو ات تايم ما اعرفش بقى، قد يكون ده واحد من الاسباب، اتكلم في وسط الكلام ما بيوصف اللي هو عدى بيه، فاتكلم عن انه يعني حتى ريحته بيكوز اوف المرض اللي عنده والبتاع ريحته بقت لا تطاق. ميبي من ريحته قالت له عايزين نخلص منك، اي دونت نو يعني طلعت باي سبب، لكن طبعا هي ضغطت عليه، يعني تصرف لا يليق بمراته يعني، لكن ده اللي حصل. البشر كده. اصحاب ايوب، اصحاب ايوب احنا يعني هناخدهم يعني، بس مين اللي فيه كان موقفه صح الهي يعني بيتكلم بصوت ربنا، ومين اللي كان جاي بيفتي بس؟ طيب just to know السفر ايوب بيتقسم simply عشان لو حبينا نقراه الانترودكشن الافتتاحيه اللي هي القصه اللي حصلت والتجربه صح واحد واثنين، and then starting من اصح ثلاثه بدايته او قبليه جم اصحاب ايوب الثلاثه اليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصفر النعماتي، جم وشافوه وحالته صعبه قوي فقعدوا اسبوع ما بيتكلموش.
And then ابتدى هو يتكلم أيوب أصح 3 and then هنشوف وبعدين من أصح 4 actually لغاية أصح 31 ديالوج بين الأصحاب الثلاثة وأيوب هما بيقولوا لا وأربعة لواحد وثلاثين يعني تقريبا الجزء الأكبر كلام فلو الكلام ده أصلا غلط إيه كمية التسجيل الواحد الكلام ليهم؟ لا الكلام مش غلط هنشوف مش غلط I'll tell you. Yes. Okay. And then من صح 32 لغاية صح 37 شخص أصغر سنا من الأصدقاء دول اسمه أليهو وده شخص كان تقي جدا و اتنرفز قوي من الثلاثه واتنرفز من ايوب بيكوز اوف الديالوج اللي حصل هنشوف ليه واتكلم اند ذن من اصح 38 ل 42 الله ظهر في العاصفه وابتدى يتكلم مع ايوب ودخل في ديالوج معاه اربع اشخاص هم اربع اشخاص اللي دخلوا في الحديث مع الاصدقاء اربعه اورايت الاصدقاء الثلاثه اي مين هل نجاوب على اللي هو مر بيه انا يعني انا يعني يهمني اكتر الحته انا عارفه ان هو اللي مر بيه كان كوارث حاجات جسديه وخساره ولا قصد رد فعله ممكن نبص ان نعدي عليها بسرعه بس عشان انا مشكلتي مع موقف الاصدقاء وموقف ربنا من الاصدقاء اوكي بالظبط اللي حصل انه الاصدقاء دول اتقياء جدا يعرفوا ربنا الكونسبت عندهم الاقتناع بتاعهم ان الله إله بار وإله عادل والله إله صالح والإنسان الصالح بيكافئ إنسان الشرير يعاقب فهي عندهم it is as flat as this يعني هي كده فبالنسبة لهم كون أيوب بيعاني وكون الله صالح كده والله عادل أيوب أنت بتاخد عقابك أنت تستاهل اللي بيحصل لك فهما دخلوا بالكونسبت ده ده المين اتكلموا كلام كتير قوي قوي السرد ده كلام كتير عن ربنا صح يعني مين الكلام اللي بيقولوه عن ربنا مظبوط لا بس عن ايوب يعني منين هو أيوب. عقاب عقاب لما هو متقال عليه ان هو عبدي البار وعامل كل حاجه كويسه فهو هما بقى بيقولوا ده على اي اساس لا هما بيتهموه ظلم اوكي يعني ده مش لا ده مش حقيقي نو اللي بيتكلموه عن ربنا مظبوط بيقولوا حقائق كتير صح لكن البروبلم ان هم قالوا لايوب ده الكونسبت الغلط اللي في الموضوع وده حتى اليهو اتنرفز منهم ان هم استذنبوا ايوب وايوب كان الله بيشهد عنه انه بار فعلا ده بار وقالها كذا مره الله وايوب كان عايش حياه بره يعني امين لو جاء وقت اقرا لكم باسج منهم بر رهيب يعني عايش حلو قوي 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 ودي كانت مشكله انيويز هتبان ليتر ف أصحاب أيوب كانت مشكلتهم إن عندهم الكونسبت ده إن هما ما فسروش القصة إلا إنه أيوب أنت خاطي وأولادك خطاة عشان كده ربنا عاقبهم ممكن أطلع لكم الشواهد it's very easy فيعرى لكم passage فهم دول اللي بنقول عليهم المعزين المتعبين يعني exactly هو جاي يقول حق بس الحق ده لا ينطبق على الشخص ده exactly okay. exactly go ahead okay أقرأ لكم بس passage عشان ما يبقاش كل الكلام theoretical أيوب 22 من 1 ل 11 ده إيفن في وسط الكلام قالوا له ده أنت يعني ربنا بيديك أقل بكتير من اللي تستاهله كانوا مستفزين بشكل يعني الحوار كان صعب جدا أنا اللي مضايقني إنه الوحي المقدس أخذ الوقت إنه يسرد دول بطريقة يعني اللي هم محسسني إنهم يستاهلوا المكان ده في سفر 42 أصحاح دي حكمة ربنا عشان نتعلم ما نتعبش بعد هو جايب ديالوج وجايب النمو في الديالوج وقد ايه كانوا irritating لبعض كانوا ابتدوا about يشتموا بعض ممكن اطلع لكم الايات انا خايف بس جاست بالوقت ايوب 22 من 1 ل 11 اوكي من عدد 5 اليفاز التيماني بيقول له اليس شرك عظيما وأثامك لا نهاية لها لأنك وإيفن جاب له بقى عدد له حاجات مع أنه أيوب ما اتكلم على بره هو كان ما بيعملش ده خالص لأنك ارتهنت أخاك بلا سبب سلبت ثياب العراة ماء لم تسقي العطشان عن الجوعان منعت خبزا بيتهموه اتهامات إيفن بسبيسيفيك أكتس حاجات حقيقية أزيف أنه هو عمل كده هو قالش ما عملش كده تلاقيك عملت كده تلاقيك إيه نوي أوكي لكن هو بقى المشكلة
ان في الديسكشن ايوب استفز جدا جدا. يعني هجيب لكم ردودهم على بعض. الاستفزاز ده وصل انه اتكلموا مع بعض زي 17 1 و2. هو بيقول ايوب بيقول لولا المخاتلون عندي وعيني تبيت على مشاجراتهم. مشاجراتهم their irritation, their provocation, على استفزازهم. And then بلدد في أصح 18 بيقول كده، أجاب بلدد شوحي وقال إلى متى تضعون أشراكا للكلام؟ تعلقوا وبعد نتكلم. لماذا حسبنا كالبهيمة وتنجسنا في عيونكم؟ يا أيها المفترس نفسه في غيظه، هل لأجلك تخلى الأرض أو يزحزح الصخر من مكانه؟ ابتدوا بقى يدخلوا في استفزاز، وده بقى اللي خلى أيوب، يعني أيوب لغاية ما جم وقعدوا يعني الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا، دخلوا هم بقى في الموضوع، دخلوا وابتدوا يستفزوه، ابتدوا يتهموه بالغلط، ابتدى يتنفخ وابتدى يدافع عن بره، ابتدى يتكلم عن نفسه إنه بار جدا، وإيفن ابتدى يتكلم إنه الله ظلمه، وابتدى يتهم الله بالظلم، وابتدى يقول أنا نفسي أواجه الله في المحاكمة ويبقى فيه بس حد عادل يحكم لأن الله ظلمني، لأن أنا ما استاهلش اللي بيحصل معايا. وابتدى يتكلم إنه هو بار جدا، وحتى أليها ما جاي يتكلم استذنب أيوب لأنه حسب نفسه أبر من الله. يعني أيوب قال أنا نفسي أتقابل مع ربنا بس يبقى فيه قاضي عادل وأنا هعرف أرد عليه. وكأن الحته دي هو بيقول انه بعد ما كان بيقول الرب اعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا، لما دخلوا الناس اللي الانبوت بتاعهم كان نيجاتيف او متعب، الشخص بيتقلب، الشخص بيتعب وبيتلخبط في ربنا. وهنا بقى يبان انه احنا ممكن نكون، يعني الله حكم على ايوب انه انسان بار حقيقي في الحياه الرايقة الستريت الدايركت. أيوب ما كانش يعرف أنه جواه كده، هو عارف أنه هو ماشي مع ربنا حلو وكويس. أما ربنا سمح بالتجربة وبالضغط على أيوب بان الشر اللي جواه، اللي هو كان الكبرياء، يعني البر الذاتي والكبرياء، أنه إيفن وصل أنه اتهم الله. فاكرين بطرس أما كان بيقول للمسيح أنه حاشا يا رب أن تصلب، يا رب أنا مستعد أني أموت عنك. He was very sincere. الرجل كان صح، لكن لما واجه الموقف بان اللي كان جوه. فحكم الله على أيوب أنه كان بار حقيقي. يس هو كان هايل بس he was not perfect. ومهما كنا في حياتنا اليومية العادية الدنيا وهي ماشية كويس ممكن نبقى حلوين قوي، احنا ما نعرفش احنا ايه اللي جوانا إلا أما يجي الضغط. وده اللي كان قصد ربنا أنه يكون عشان يكشفه جوه أيوب، أنه يكتشف ويعرف انه انا مش بار. فالضغط مش مرات بيكون يطلع حاجات انا مش عارفها حتى عن نفسي بالظبط، بكتشف. وده غرض التجربه، حتى لو الانسان يبدو بار، حتى لو الانسان يبدو بيرفكت، لو الانسان يبدو كويس قوي، اوعى تفتكر انك كده. الوحيد في كل البشريه اللي اتحط اندر بريشر جامد قوي 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 وفضل زي ما هو المسيح، اللي بقى كل قوى الشر قامت عليه بالحقيقه في الصليب، واللي حقيقي اتحكم عليه بالظلم لكن ما فتحش بقه على ربنا بكلمه الا الهي لماذا تركتني. نيفر. الوحيد اللي بار بجد. اذروايز احنا شكلنا وحياتنا حتى ان كنا سنسير، حتى لو كنا امنا، لكن وي ار نوت بيرفكت، احنا مش ابرار بالحقيقه. اما نواجه بربنا احنا مش ابرار. ومع ذلك هو لما الله اتكلم لاصحاب ايوب قال هو انتوا ما اتكلمتوش بالحق، يعني بيقول كده في ايوب 42 عدد 7، قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك، كان بيكلم اليفازي التيماني وقال له لانكم لم تقولوا فيا في الصواب كعبدي ايوب. يعني ايوب برضو رغم كده قدام حكم ربنا ايوب كان على حق رغم كل الكلام اللي هو قال. ايوب في النص، انا جبت بارت اللي هو الضغط طلع الشر اللي جواه، لكن طول الوقت ايوب متمسك بربنا ومتمسك بيه وعمال يصلي وعمال يطلع الشكوى الى الله in a way بعشم في ربنا فبيتكلم، لكن هو جواه هو حقيقي بيحب ربنا، هو حقيقي متمسك بيه،
هو حقيقي إنسان صالح وأمين وبيحب ربنا، لكن الضغط طلع منه بلاوي ما كانش يتوقعها. لكن ربنا شايف عمق قلب أيوب، إنه أيوب ده متعلق بيه بجد. أيوب ده حقيقي البر اللي بيعمله مش استعراض، البر اللي بيعمله ده بر حقيقي. أما كان بيحب ربنا، بيحب ربنا بجد، لكن في الضغط ثلاث حاجات. في حتة المسيح قالها، قال من لو لم تقصر تلك الأيام لما خلص جسد. يعني عايمين في ليميتس، بحكمة وبنعمة ربنا بيوقف عندها، ما بيديكوش تجربة فوق ما تقدروا أنكم تستطيعوا، يلا هتجدفوا هتضيعوا خالص. ربنا بيحط الليميت إناف، لكن هو عارف أن الجوة ده. قال حتى أيوب أنه لما يمتحني هخرج كالذهب. رسالة لكل واحد حوالين الناس اللي بتمر بتعب وبألم، متوعصش كتير، أنت بتتعب قوي، بتضغط الناس. الشخص بيبقى هو بيبقى تعبان، مش غبي، هو بيبقى تعبان وفاهم الحقائق وعارف، لكنه ما بيفقدش ذكائه، هو مضغوط. ومع ذلك يا سامح معلش، يعني بعد ما ربنا قال الكلمة اللي قالها في حق أيوب قصاد أصحابه، لما التفت لأيوب قال كده في أيوب 38 عدد 1-4، قال له كده: فأجاب الرب أيوب من العاصفة وقال: من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة؟ اجدد الآن حقويك كرجل، فإني أسألك فتعلمني. أين كنت حين أسست الأرض؟ أخبر إن كان عندك فهم. سوري، هو اداله في عظمه برضو، لما يعني ما هو عمال يشهد قدام إبليس إنه راجل بار، وقدام أصحابه إنه قال الحاجات الكويسة، ليه لما يكلمه ويقف قدامه يقول له يعني انزل بقى؟ الحقيقة إنه الإنسان إنسان والله الله. أمين. أيوب تعدى في الكلام، من رحمة ربنا إنه أوكي فوت، لكن أيوب ظلم الله، أيوب حكم على الله إنه ظالم من ضغطته من الناس. أوكي، لكن النقطة الحقيقية إن ده حكم ظالم، الله لم يظلم أيوب. هي دي النقطة، إنه ربنا قال لأيوب تعالى قول لي. ودي النقطة بقى المهمة في القصة كلها، في قصة التساؤلات اللي مش عارف أجاوبها، إنه في آلام كتير وحاجات، ودايما بنعدي بحاجات، وناس ولد صغير ومات وأهله مش عارف جرى لهم إيه، أم ماتت وسابت طفلين، a lot of things ملهاش إجابة، وفعلا بنقف قدام تساؤلات صعب الإجابة عليها. أسهل حاجة بنعملها نقول ربنا ما بيرحمش، ربنا ظالم، وربنا مش شايف احتياجهم. immediately بنتهم الله زي ما أيوب اتهم الله. طب بس ما هو في الأول قال كلمة حق، من ضغطته قال، يعني كويس، بس finally ربنا بيوصل لنا الحقيقة. هي مش هنقعد نطبطب على بعض ويوصل لناس الكونسبت انه عادي، انه ربنا، لا ربنا مش ظالم. النقطة بقى اللي ربنا عمله في الإجابة على أيوب، واللي كانت شافية لأيوب، واللي ينبغي ان احنا كمؤمنين يبقى ده الرياكشن بتاعنا لو عايزين نتغلب على القصة، نتغلب على اللغز ده بتاع الألم، نتغلب على اللغز بتاع الشر ده. ربنا قال لأيوب: أيوب انت حكمت عليا وحكمت ان انا ظالم، بليز قول لي ايه مقدار فهمك كومبيرد ليا، بالمقارنه معايا، عشان تحكم على طرقي. الله ليه طرق كتير قوي قوي، والدنيا اعقد بكتير مما نتخيل ومما نتصور. احنا ما اسهل اننا نتهم ربنا، ربنا بياخد اكشنز وبيتصرف، وهو قايل كليرلي ان هو بار، ان هو لا يظلم، انه بيتعامل بالحق، إنه دينونته حسب الحق بالضبط، هيدي كل واحد كما يكون عمله. الله مش ظالم، لكن في بوينتس ما بنفهمهاش. إحنا مشكلة مش قادرين نعترف بحقيقة إنه في حاجات ما بنفهمهاش ومش هنفهمها، ودي ما تتخدش إلا بالإيمان. فلما هو بيقول له الكلام اللي بيقوله له، هو بيحاول يقول له أنت مش شايف الصورة الكبيرة اللي أنا شايفها. Exactly. يعني ارجع كده واعرف حدود معرفتك. بالضبط بالظبط كده، ودي كانت الحل لأيوب. أيوب بعد ما شاف ربنا بعظمته دي اتوجع. يا رب أنا اتكلمت باللي ما بفهموش، I'm very sorry يا رب، أنا غبي، I'm sorry، أنا نطقت بكلام أنا ما بفهموش، أنا حكمت عليك وأنا ما أعرفش أي حاجة. That's the point، دي الحقيقة، ودي الحقيقة القائمة، إنه الحياة والشر والألم ده لغز مش هيتحل. احنا بنحاول بناخده كانه مساله وكانه جريمه، بنحاول نفصصها لغايه اما نوصل لحل ليها. هي ملهاش حل،
هنعرف maybe later في السماء في أبعاد كتير ربنا مش كشفها ومش عايز يكشفها غالبا لأننا ما نقدرش نفهم، ما نقدرش نستوعب من كتر الكومبلكسيتي بتاعت الحاجات وبتاعت الدنيا. لكن الايديا انه ربنا ما بيطلب مش طالب مننا كمؤمنين ان احنا نفهم فنتبع. اوكي. هو طالب مننا اننا نؤمن، ومش نؤمن بهبل، لكن هو عمل كتير قوي اللي يديله مصداقيه انه هو حق. فينبغي انه اللي عايز يكمل صح انه يسلك بالايمان، احنا بالايمان بنسلك لا بالعين. بلس انه هنا في الارض اتس نوت ذا اند اوف ذا ستوري، ذا اند اوف ستوري في السماء. فاحنا برضو في ابعاد تانية مش فاهمين اي حاجه، وايه الامباكت بتاع الحاجات اللي بتحصل هنا على اللي هيحصل هناك احنا ما نعرفش. فالقصه كلها ربنا ما حلش الموضوع لايوب، ما قالوش يا ايوب انا ليه عملت فيك كده، ما فسرهاش، ومش مطالب ان يفسر. هو بيقول انا مش مطالب ان افسر لحد اي حاجه، انا بار، انا حقيقي، انا الله الخالق، انتوا الخليقه. فانا مش هاخد تفسير بالضروره ان ياخد تفسير على اللي بيحصل، مش لازم بالايمان. امال يعني فكره الايمان فين؟ وايه اللي يفرق بيني وبينك لو 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 انت خدتي تعبتي وحاولتي توصلي؟ يعني ما بقولش ما نحاولش، لكن حاولتي توصلي وما عرفتيش، لكن انت ثقتك في ربنا كبيره وبتحبيه ومصدقه اللي عمله، فا اوكي يا رب انا انا اي تراست يو. فبالاولى لو انا لو انا نفسي مش هاخد تفسير على اللي بيحصل في من الالم في حياتي، اللي حواليا ما ينفعش يسالوا ليه، اكيد ما ينفعش اسال هو ده ليه بيحصل كده. أكيد. انا نفسي لو سألت. لو انا كان الالم بسبب خطيتي انا هحس زي اخوه يوسف وقت ما جاء يوسف وشد عليهم بقى في الاخر، ده بسبب اللي احنا عملناه فيه، اما قعد يسترحمنا وهو في البير واحنا ما صدق. لو بسبب خطيتي immediately اول ما يحصل القصه ضميري هيوجعني. لكن مرات كتير جدا جدا نمر بالام ونتساءل يا رب فين الخطيه اللي جوايا عشان اعترف بها، فين الشر يا رب اللي بسبب بيحصل. ممكن ما تلاقيش الذي يحبه الرب يؤدبه، مش شرط تكون ابراهيم ليه يا رب تمرره بالامتحان ده. I have good things، انا عندي حاجات تانية عايز اعملها في حياته. ايوب في الاخر قال له يا رب انا كل اللي كنت فيه ده كان بسمع الاذن، دلوقتي يا رب انا رايتك عيني، انا خدت الاعظم من كل الالم اللي انا مريت بيه، انا شفتك، انا عرفتك بحقيقي. والايديا الحقيقيه ان ربنا ما بيمررنا بتجارب وبالام وبحاجات كده عشان يكشف لنا ذاته بطريقه ما كناش نعرفها قبل كده. واكتشلي الالم واحد من الحاجات العظيمه والطرق اللي ملهاش زي اللي بيها ربنا بينور عينينا على حاجات في الحياه العاديه والايام العاديه ما بنعرفهاش سواء عن نفسنا او عنه. اوكي. فهو قصد بليسنج، الله لا يمكن انه يعمل حاجه شر، الله لا يمكن يظلم، الله لا يمكن لا يرحم، لكن في جزء لغز في الموضوع وهو قصد خير. حتى لو انا ما فهمتش، حتى لو اتهمته، ده مش هيغير حاجه فيه، لكن انا اللي هكسب لو انا اللي صدقت، لو انا اللي عينيا اترفعت بالايمان واللي هو عمله. واكشلي اللي عمله في المسيح زي ما بولس بيقول انه قدم للناس ايمانا اذ اقامه من الاموات. احنا حياتنا كلها بالايمان، احنا شفنا يسوع، احنا عشنا معاه، احنا شفنا انه مات، شفنا انه قام، لكن احنا امنا مع اننا ما شفناش. اشمعنا فدي مش عايزين نامن؟ وهي الفكره اننا بالايمان نحيا لا بالعيان، المؤمنين في علاقتنا بربنا بالايمان بيه من غير ما نشوف، بس هو عمل اللي يديله مصداقيه عشان نصدقه، ما هو مش هنؤمن باي حد. وعمل في حياتنا كتير قوي 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 اللي يديله مصداقيه، يا قليلي الايمان لماذا شككت؟ بعد كل اللي بعد حصل، بعد كل اللي انا عملته، بعد كل الشهاده اللي انا شاهدها جواك عن نفسي، ليه شككت؟ ليه عملت كده؟ وان كان هيلومني لكن فاينلي هيطلعني وهيباركني وهيديني رؤيه جديده لي وهيثبت فاينلي ان هو صالح وان انا اللي كنت مش فاهم. هسال سؤال، ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر ايوب ورايتم عاقبه الرب، لان الرب كثير الرحمه ورؤوف. يعقوب 5:11. طب هو صبر ازاي؟ يعني عمل التجربه طول الوقت ده، بنقول ان هو برضو نهار ولما قعد قدام ربنا عرفه مقامه، يبقى هو صبر. بس هو ستيل كان مستحمل كل التجربه دي، هو برطم وقال كلام كتير، لكن في الوسط في شواهد كتير وحاجات كتير هو بيصارع مع ربنا. انا يعني
انا عايزك انا يعني مستنيك. بيبرطم وماسك فيه. يس yes. بالظبط بيبرطم وماسك فيه ومستحمل تيل ذا اند. وفاينلي الرياكشن الاولاني بتاعه بروفد ان هو ده الحقيقي. يعني هو بني ادم عادي. انا مش بحاول يعني انا بحاول بس ان اقرب صبر ايوب ده لينا احنا كبشر. انا لو تعبان ومفروم انا ينفع ابقى مخنوق واجي في وقت اقع، بس انا بقول يا رب برضو همسك ومش هرخيك. اللي بنقوله فضل بيصرخ لله، فضل بيصلي، فضل في كوميونيكيشن ان سبايت اوف انه متنرفز وبيتجنن وبيقول، لكن كوميونيكيتنج معاه. هو مؤمن بيه انه موجود، وفي اعماقه مؤمن انه صالح ان سبايت اوف ان الواقع بيقول غير كده وبيصارع وبيعبر عن كده. كان فيري سنسير في تعبيره عن اللي جواه، لكن ربنا فاينالي وضح يا ايوب حكمك مش مظبوط، حكمك مش صح عليا لانك ما تعرفش كل الديتيلز. وجاب له اكزامبلز من الخليقه. ايوب لما شافها انهار. ام سوري يا رب، انت تستحق تاخد كل الكرامه، تاخد كل المجد، سوري جدا على كل الكلام، انا ارفض واندم في التراب. ختام الامر كله، لو انا دلوقتي بحاول الخص اللي قاله اللي حصل، اقول ايه لشخص متالم او اقول ايه للي حواليه؟ بس ان بوينتس عشان اعرف اخرج منها بحاجه. اول حاجه انه الحياه لغز، مش مشكله ممكن تتحل. يعني لو صارعت عشان تفهم السبب مش شرط انك تفهم. اوكي، ممكن تبقى بار وحلو وجميل. الحاجة التانية، ثق انه اللي بتمر بيه لخيرك. نحن نعلم ان جميع الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. جميع الاشياء معا تعمل وحشها بشرها وخيرها. Exactly. شرها قبل خيرها، لانه سهل قوي الخير خيرها يعمل ما اسهل. اوكي، الحاجة الثانية ومهمة، لا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة. لو لقيت أسئلة وشكوك اعترف إنك مش عارف، اعترف بعظمة الله وبقدرة الله اللي فوقيك عن إنك تتهم ربنا إنه ظالم. حتى لو عملت كده at times من كتر الوجع هو هيرحم، لكن الفكرة املأ فكرك بالفكرة دي. إذا انتظرت الله، إذا تزكى إيمانك، إذا فضلت مستني واحتملت التجربة، تتزكى، تتنقى حياتك. احسبوا كل فرح يا أخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. أما الصبر فليكن له عمل تام. ليه؟ لكي تكونوا تامين كاملين غير ناقصين في شيء. كل الكلام عن التجربة للمؤمنين لخير المؤمنين. هي مؤلمة، هي دي حقيقة، وإحنا سهل نتكلم وإحنا كده، لكن ما بنعدي بتجربة بنطحن، بنتألم، بنتوجع، وثرو الوجع ده بنطلع بنظرة تانية ربنا. أنا بتكلم بيرسونلي، أنا مريت مرة بخبرة صعبة جدا لمدة طويلة، وأنا كان يعني كنت مقرب من ربنا واخد بالي من حياتي ومجتهد لكن حاسس ان في قرب من ربنا نفسي اوصل له، I'm not getting it. وبعد الفتره دي اما خلصت لقيت نفسي بقيت في الستيج اللي كنت بحلم بيها، انه ربنا ريلي نقلني. ازاي؟ انا مش عارف، بس ده اللي حصل، انه من جوايا بقيت قريب منه قوي، بقيت مستريح له جدا، بقيت بحبه قوي قوي، والامباكت بتاعها ده ما رجعش. نقلة ربنا نقلهاني، بس through pain، through الوجع. إزاي؟ أنا ما أعرفش. هي مش دعوة إن إحنا ناخد البين بالحضن، يعني إذا لا مش بحضن. إذا أنا كنت تعبان أنا ينفع أصلي للشفاء وكل حاجة، لكني ما فقدش نظرتي لربنا. هو عايز يعمل إيه معايا؟ عايز يعلمني إيه؟ لأن إحنا أول حاجة بنبقى عايزينها هي أني أفلفص وأخلص من القصة، وأخلص من القصة، وأكتشف إن الجيرني الرحله هي اللي فيها القصه كلها. بالظبط. انا مش عارفه هبه انت موجوده، فانا عايزه استاذننا نقف قبل ما سامح يصلي لنا وهنسمع. هستاذننا نقف لكل واحد متالم او حواليه ناس متالمه او حواليه ناس اتلخبطت في ربنا بسبب الالم. هنسمع الترنيمه الجايه بتقول وسط الالام اراك الهي، وسط الاحزان تعزي حياتي، اتي اليك. والكلمه اللي قالها سامح في الكلمه
لا تطرح ثقتك، وثقتي لديك، أطرح خوفي، أطرح خوفي وضيقي في يديك، أنت يسوع يا رب. أنا مش عايزة أفقد نظرتي ليك، أنا عايزة أركز عليك، مش عايزة أنساك. أبنا السماوي رب، نشكرك من كل القلب من أجل كلامك، نشكرك من أجل أمانتك، نشكرك من أجل محبتك يا رب. يا رب نشكرك عشان صليب المسيح وقيامة المسيح يا رب، اللي بتأكد لنا قد إيه أنت إله صالح، إنك تبذل ابنك وحيدك لأجل خطاة عشان تخلصنا. يا رب أنت مش إله بلا رحمة، لكنك أنت إله عظيم يا رب، أنت فوقينا جدا، أعلى من أفكارنا ومتصوراتنا بالحقيقة رب، كما علت السماوات عن الأرض علت أفكارك عن أفكارنا وطرقك عن طرقنا. ادينا اتضاع يا رب، ودينا ايمان وتصديق بامانتك، بعدلك، برحمتك، لانك لا تتغير يا رب. انت الله الامين اللي لا يمكن انك تنكر نفسك يا رب. وسط الالام اللي بنمر بيها، ادي عينينا تنفتح على امانتك يا رب، ادي عينينا تتفتح على السرور الموضوع امامنا اما تنتهي التجربه يا رب في الوقت اللي انت عايزه. ودينا طول الوقت نكون بنكلمك، طول الوقت نكون بنطرح همنا وافكارنا وشكوكنا حتى امامك. ما تخليناش نبعد يا رب، لكن خلينا نتمسك بيك حتى في وسط الالم الى ان يعبر، ونفرح برؤيتك يا رب بطريقه جديده، بعمق جديد، ببركة جديدة أنت أصلاً معدها عشان تديها لنا. يا رب احفظ أثار كلامك جوانا
وثبتنا، ثبتنا في الضيق يا رب، وشددنا. بارك كل شخص بيمر بوقت صعب، مد ايدك يا رب بلمسة، برحمة، بلمسة لعينيه وقلبه عشان يشوفوك، يشوفوا قلبك المحب وترتيبك الرائع. نشكرك يا رب في اسم المسيح، آمين. آمين. درس الحياة نتعلمه إن إحنا نسبح في وسط الضعف، وسط الضيقة، وسط تاني ما بتقول كده، وقت الحرب، وقت الضيقة برفع قلبي إليه، وعده يثبت في إيماني، خليني أهتف لي. تعالوا ننهي اجتماعنا بالترنيمة دي، هغني يا رب حتى وأنا مش فاهم، عشان واثق إن أنت أمين. هللويا. غنوا معايا شعب الرب، تعالوا نرنم لي، خلوا تفتس بحتيلة ويعلن نصرة فيه، واليوم بيه نكون شعب اللي مستني، ومعاه نفس زمان نطلع نرنم لي. قلبي بيهتف للي فداني بدمه على الصليب، روحي وعهدي ويا يحفظكم، يثبت قلوبكم وخطواتكم، يثبت إيمانكم وعينيكم على الهدف، على الإله اللي مش بيتغير. لكل المجد اسمع البركة الرسولية. أشكرك رب من أجل المدرسة اللي احنا بنجتاز فيها، حتى إن كانت مدرسة صعبة، لكن فيها نختبر معيتك، فيها نختبر معونتك، فيها يا رب نرى الإله الحقيقي الذي نسمع عنه لكن نراك فعليا في وسط الألم. والآن نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة وعطية الروح القدس تكون معنا وتعيننا من الآن وإلى الأبد.